السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في كورس Network Security. في المحاضرات اللي فاتوا تكلمنا على أشهر أتاكس اللي تصير في Layer 2، وعرفنا كيف يخدم كل أتاك، أما بروتوكول يستخدم وكيف نحموه. وقبل ما نقدمه في Upper Layers خلينا نشوفه شنو خذنا مع بعضنا في Layer 2. Layer 2 هو أول شيء يستنبط به الإند يوزر، يعني الإند يوزر اللي بيخش ديما هيركب في بورت سواء كان إيثرنت أو واي فاي. لازم نركزوا على الحماية ديما من الإنسايد عكس الأوتسايد. الأوتسايد من السهل حمايتها، في عندنا روترز، فايروالز، آي بي إس، في بي إن جيتويز، نيكست جينيريشن فايروالز ونيكست جينيريشن آي بي إس. يعني من السهل حماية النتورك من أتاك خارجي، لكن القصة قصة في الداخل، القصة في الناس اللي فتحنا لهم الباب، القصة في الموظفين. موظف متكنطي ممكن يسبب لك مشكلة لأن يعرف النتورك متاعك كويس. ضيف قد يكون زاير وشاف النتورك أو سأل وانت اعطيته معلومات بطريقة غير مباشرة، قد يستخدمها في ريكونيسنس ويضرك بعدين. هذا علاش السكيورتي ديما تركز على الانسايد أكثر من الأوتسايد، على العكس ما يعتقد هلبا ناس أن الأتاك ديما يجيني من برا. بالعكس، الأتاك معظم الأحيان ديما يكون من داخل، الأتاك من برا من السهل السيطرة عليه. وتوا خلينا نراجع الأتاكس اللي خديناها. CDP، CDP أو Cisco Discovery Protocol هو البروتوكول اللي يخدم من سيسكو، واللي وظيفته إنه يعطيني الديفايسز اللي كونكتد من جنبي وتخدم من نوع سيسكو. يعني نقدر نعرف الشبكة المحيطة بيا ونرسمها حتى التوبولوجي كاملة. البروتوكول اللي ممكن يعطيني هلبا معلومات على الأجهزة متاعي، بداية الهوست نيم، الاي بي ادرس، المانجمنت فيلان، الفي تي بي دومين، الاوبريتنج سيستم والاصدار متاعها وغيرها. هلبا معلومات قد يستخدم الاتاك في ريكونيسنس ويعرف حاجات مفروض ما يعرفهاش، او ممكن يستعمل الاتاكر كسي دي بي فلودينج ويسبب لي دينايل اوف سيرفيس داخل النتورك. المفروض اني نوقف السي دي بي في الانترفيسز اللي ما نبيهاش، اللي مش ماشيه للسويتشز او نتورك ديفايسز، ونقول No CDP Enable ونريح نفسي. شيء ثاني، البورت سيكوريتي اللي يحدد الليمت للمكادرس اللي ممكن يتعلمهم السويتش داخل البورت. التلنت هو البروتوكول المسؤول عن ريموت مانجمنت، ونقدر عن طريقه نوصف الاجهزه متاعنا ريموتلي وكاننا مقامزين في الكونسول. عيب التلنت انه يخدم كلير تكست، بمعنى اخر الترافيك اللي ماشي بينك وبين الديفايس حيكون مش مشفر، واي حد يقدر يدير كابتشرنج على الترافيك حيشوف الـ IP واليوزر نيم والباسورد وكل الداتا اللي ماشية وجاية بينك وبين الجهاز. هذا يعني ان احنا المفروض نستخدم البديل متاعها الـ SSH او الـ Secure Shell اللي يستخدم في الـ RSA باش يدير انكريبشن للترافيك بينك وبين الجهاز. لكن سواء التلنت او الـ SSH زوز عرضة للبروت فورس اتاك، ويقدر اتاك يجرب هلبا يوزر نيمز والباسوردز لين يوصل للباسورد متاعك ويخش للنتورك ديفايس ويغير عليك الاكسس، او يديلك denial of service بانه يستهلك كل الباندود وكل السيشنز المسؤوله انك انت تدير ريموت مانجمنت والنتورك ادمن ما يقدر يخش. لهذا لازم ان احنا نحمي الديفايس نتاعنا بشكل كويس. اول شيء نديروا strong passwords ونغيرهم frequently، ما يكونوش ثابتين. الحاجه الثانيه ان احنا نديروا access list باش نديروا limit للاي بيز اللي يحق لهم يخشوا للاجهزه نتاعنا، ونسكر التلنت ونفعل او اس اس اتش فقط. اخيرا المفروض الباسورد ما يكونش مخزن داخل الديفايس، ونستخدم تريبل اي سيرفر سواء كان تاكاكس او راديوس. الماك ادرس هو عنوان متاعي في الشبكه، والسويتش يتعلم فيه باش يبعث الرساله من سورس الى ديستنيشن. يقدر الاتاك يديلي ماك ادرس فلودينج ويعبي الكام تيبل اللي يخلي السويتش يخدم في الفيل اوبن مود، وممكن ينزل لمرحله الهب، وبهيك يبدا الاتاكر يشوف في كل الترافيك داخل النتورك. البورت سكيورتي تحمينا من شيء زي هذا، وتخلي فيه ليمت لكل بورت وعدد الماك ادرس اللي ممكن يخشوا فيه. إضافة إن نديروا بورت سكيورتي ستاتيك ماك ادرس باش نضمنوا إن بورت معين يخش فيه يوزر معين. الفيلان هو شيء اللي قدرنا عن طريقه إن احنا نقسم سويتش لأكثر من سويتش فيرتشوالي، وبهيك نضمنوا إن كل ناس مقسمين إلى أقسام، والأقسام هذه تتكلم مع بعضها بينها وبين السويتشز عن طريق ترانك بورت اللي الآي تريبل إي سمتها 802.1Q. في بروتوكول تاني من سيسكو يسمى DTP أو Dynamic Trunking Protocol، يقدر أتاكر يستعمله باش يدير نيغوشيت ترنك ويكون هو ترنك بورت
وبهيكي توصل كل الفريمز من كل الفيلانز. باش نحمو نفسنا من شيء زي هذا لازم ان احنا نوقف الاوتو ترانكينج ونديرو سبيسيفيكلي سويتش بورت مود اكسس او مود ترانك، او نوقف الدي تي بي عن طريق سويتش بورت نو نيغوشييت. نغيرو النيتف فيلان باش الاتاكر لو قدر يدير نفسه ترانك ما يعرفش النيتف والترانك متاعه مش هيخدم. والبورت سكيورتي اللي بتمنع ان يوزر يخش مكان يوزر او ضيف يخش مكان يوزر. DHCP او Dynamic Host Configuration Protocol هو البروتوكول المسؤول انه يعطي DHCP information داخل النتورك. يقدر يعطي IP address, subnet mask, default gateway, NTP, DNS, TFTP وغيرها المعلومات المهمة لخدمة الشبكة داخليا وخارجيا. الاتاكر ممكن يدير spoofing ويكون هو DHCP server ويبيها يكون هو المان in the middle، او يدير DHCP starvation وياخذ كل الـ IPs من البول بتاعي ويسبب denial of service. فلازم نخدمه DHCP snooping والبورت سكيورتي اللي بتمنع DHCP starvation. الARP هو البروتوكول المسؤول على layer 2 to layer 3 binding بمعنى MAC address to IP. يقدر الاتاكر يستخدم gratuitous ARP باش يغير الARP table ويكون هو الـ gateway والمان in the middle. نقدر عن طريقة نستعمله DHCP snooping ونخدمه الدايناميك ARP inspection اللي بيمنع ان الاتاكر يبعث gratuitous ARP ويعطي معلومات false داخل النتورك. او الاتاكر يدير spoofing للاي بي متاعه ويغيره ويدير static MAC او static IP. عن طريق DHCP snooping والاي بي source guard نقدر نحمي نفسنا من اتاك زي هذا. spanning tree هو البروتوكول المسؤول انه يعطيني layer 2 loop free topology. السويتشز حيديروا انتخابات ما بين بعضهم عن طريق البريورتي والماك ادرس. في العاده الانتخابات تكون نزيهه وتمتاز بالشفافيه، لكن لو جاء اتاكر ممكن يكون هو الروت سويتش ويبعث سوبيريور بي بي دي يو وياخذ كل المعلومات داخل النتورك. يجب ان احنا نوقفوها ونفعلوا البي بي دي يو جارد والبي بي دي يو روت جارد. نبغى نلاحظوا ان السكيورتي عباره عن مثلث هرم، البيز بتاعها هو البورت سكيورتي، يجي بعدها دي اتش بي سنوبينج، دايناميك ارب انسبكشن ولا بي سورس جارد وباقي البروتوكولز اللي سميتها. يعني لازم نهتم بالسكيورتي من لوطه لفوق. الشيء الثاني ديما نحاولوا نستخدموا البروتوكولز المحميه مش الكلير تكست، يعني نستعملوا اس اس اتش بدل التلنت، اس سي بي بدل الاف تي بي، واس اس ال بدل الاتش تي تي بي. ونحاول نغيروا نيتف فيلان ونديروا سترونج باسوردز ونغيروهم فريكوينتلي ونستعملوا تريبل اي سيرفر. والمانجمنت فيلان هي الشيء الوحيد اللي يحق له يخش ريموتلي للاجهزه. في نفس الوقت نديروا اكسس ليست باش نديروا ليميت للناس اللي تقدر تخش، ونفعلوا الكنترول بلين بروتكشن والكنترول بلين بوليسنج باش نمنعوا unwanted traffic انه يخش للنتورك. وزي ما شفنا مع بعضنا فان موضوع لاير 2 كبير جدا. انا ما غطيتش كل الاتاكس، حاولت نتكلم على اشهر اتاكس اللي تصير في لاير 2، كل بروتوكول شفناه كيف يخدم وكيف احميناه. مختصر كلامي، انا الفيديوهات خليتهم قصار باش ما يكونوش مملين ليكم. كل بروتوكول تكلمت عليه وراه قصه طويله، لازم نزيدوا نقروا اكثر مش نفهموه ونعرفوا كيف نحموه. الشيء الثاني ان السكيورتي ديما تخدم من الانسايد بعدين الاوتسايد، وان السكيورتي انجينير لازم يكون شكاك ديما وعلى ديما مستمر ويقرا، لان الاتاكرز عكس ما يعتقد بعض الناس فان هم ديما توب رصاصي ونظارات وشاشه كحله وكتيبه خضراء، والكلام هذا مش صحيح. الاتاكرز ناس عاديين جدا قد يكونوا حوالينا، واي شخص ممكن تكون هذه عليه يكون اتاكر. يعني لازم نعرفه كيف نحمي نفسنا ولمين نعطوا معلومات ولمين ما نعطوش. نحب ناكد ان الاتاكس اللي ندرتها كانت على نتورك خاصه بي، مفروض ما نجربوش الاتاكس الا على نتورك يحق لنا نديروا فيها تيستينج. لو عندكم اي استفسارات او اقتراحات وتعليقات اكتبوا لي وان شاء الله نحاول نلبي طلباتكم. نتلاقوا باذن الله في محاضره ثانيه، والسلام عليكم.